نروح نشوف عريس لقاء اليوم إمام عاشور قال إيه بعد تتويج النادي الأهلي اليوم بكأس مصر. بجد تحية لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الأهلي، مبروك وفوز مهم جدا الحقيقة. احنا معانا نجم نجوم النادي الأهلي الحقيقة، مستقبل النادي الأهلي القادم إمام عاشور. هنقول حاجة في الكواليس سريعة جدا، إمام الحقيقة تحمل على نفسه بشكل كبير، حرارته كانت عالية وكانت تعبان، لكن عشان جمهور النادي الأهلي الكبير جدا، عشان يفرح جمهور النادي الأهلي، قدر النهاردة إن هو يكون مان أوف ذا ماتش ويحرز هدف هو اللي فتح الطريق. مبروك يا إمام، مجهود كبير جدا، بتبذل مجهود كبير، ملتزم بشكل كبير، بتدي رساله كبيره جدا. اوضه اللبس اللعيبه، قول لي الاجواء دي مهمه جدا، لان الاحتفال النهارده كان مهم وكان صعب جدا يا امام. والله الحمد لله، الاول بقول الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم ده اللي معانا من اول دقيقه لاخر دقيقه، وبشكر ربنا على الهدف طبعا وعلى الاسيست الحمد لله، وبشكر اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره والجهاز الطبي. بصراحه مفيش حد ابخل بنقطه عرق. زي ما انا قلت لك، احنا ممكن في اوقات ما كانش يعني معانا الماتش شويه، لا الماتش شويه ما كانش، كان بيروح من ايدينا ويجي، يروح من ايدينا ويجي. بس انا يعني اتعلمت حاجه في النادي الاهلي، ان انا العب لاخر دقيقه في الدقيقه 90 لحد ما الحكم مصفر خالص. الحمد لله، بشكر الجمهور العظيم ده، وبقول لهم الف مبروك وان شاء الله من المزيد باذن الله. التعب كان ايه والحراره كانت ايه؟ لان اي حد يشوف امام في الفندق يقول امام لا امام تعبان يا جماعه مش هيلعب، اللي يشوف الملعب يقول امام متحمل على نفسه عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. لا والله، هو من ثلاث ايام كده انا درجه الحراره عندي عاليه وجالي تعب كده، يعني انا المفروض ما الدكتور لما كلمني دكتور بره النادي قال لي ان انت مش هتشارك، وده طبعا يعني انا لو كنت هعمل ايه كنت لازم اشارك ماتش زي ده. انت شايف الاجواء عامله ازاي، وبنلعب ضد اسم كبير ونادي كبير، نادي الزمالك طبعا. والحمد لله درجة الحرارة كانت 39، ومع التعب انا قدرت استحمل الحمد لله، والدكاترة هنا بصراحة ما قصروش، ما يعني على طول في ظهري.